عودة من جديد ليكم مشاهدينا الكرام ومن استوديوهاتنا في حديقة ماسبيرو، وفقرة عن الفن التشكيلي وإزاي هذا الفن يمكن أن هو يشكل وجدان وثقافة الشعب المصري ويرتقي به، ممكن أن هو كمان يؤرخ لثقافتنا وموروثاتنا لأحداث كتير تاريخية مرت بينا بشكل راقي وبشكل مهذب جدا، ممكن يفهمه الجميع مش بس طبقة معينة أو فئة معينة. معنا في الفقرة دي فنان من طراز خاص، فنان حصد العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في مجال الفن التشكيلي، نجح بمفرداته الفنية الخاصة جدا أنه يغوص في أعماق المجتمع المصري وينقل صورته وتاريخه ولمحات من حياته المختلفة في أعماله الفنية المتنوعة. بيشرفنا الدكتور سيد خليفة، رئيس قسم المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية والفنان التشكيلي الكبير. بنرحب بحضرتك، صباح الخير. أهلا وسهلا، أنا أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية، مش حاليا، نعم. سابق رئيس قسم سابق أسبق. نعم، أستاذ متفرغ في مجال المنسوجات في قسم كلية الفنون التطبيقية. طيب حضرتك شايف بداية الفن التشكيلي في مصر ليه بينظر إليه على أن هو بيوجه لفئة معينة أو طبقة معينة اللي هي ممكن تفهم هذا الفن؟ حتى دايما مشهور قوي في الأفلام السينمائية أن الفنانين التشكيليين بيطلعوا بشكل أن هم يعني غامضين، أن هم رسالتهم مش مفهومة من كل فئات المجتمع. ليه هذا المفهوم موجود لغاية دلوقتي عندنا؟ أولا الفن التشكيلي هو فن مرتبط بالرؤية البصرية، وهو فن مهم جدا، ومن أقدم عصور التاريخ والإنسان اهتم بالفن التشكيلي والتعبير عن طريق الرسم. ومصر كان لها دور كبير جدا يتضح في الفن المصري القديم، ازاي كان الحاكم ورجال الدين بيخاطبوا المجتمع ويوجهوه من خلال الفن بالرسوم. ونرى في الفن المصري القديم كيف يعكس حضارة هذا المجتمع، ويتضح كيف كان هذا المجتمع منظما وراقيا في كل شيء. ولذلك جميع شعوب العالم المتحضر تحترم الفن المصري القديم وتقدره حق تقديره، وظل الفن في مصر مهم جدا ويخاطب الإنسان حتى بعد دخول البطالمة، بعد فتح الإسكندر الأكبر 332 قبل الميلاد وأثناء عصر البطالمة. اهتم حكام البطالمة بارتباط بالشعب، فحاولوا أن يوجدوا تزاوج بين الفنون الإغريقية والفنون المصرية في الموضوعات الدينية والمجتمعية، حتى يوجدوا ترابط بين المجتمع وبين الحاكم. وحدث ذلك فعلا بعد انقضاء فترة حكم البطالمة ودخول الرومان لمصر وحكمهم لمصر، نجد الإنسان المصري البسيط أيضا بدأ يشكل بالنسيج موضوعات دينية وموضوعات اجتماعية وقصص ترتبط بالحضارة الإغريقية. القصص والخرافات الإغريقية موجودة في النسيج المصري، وتشع بالتعبير وتشع بالحب والترابط بين حكام مصر من البطالمة وبين المصريين. إذا يتضح من ذلك كيف يكون الفن رباطا وتعبيرا ورسالة تصل إلى الشعب وترتقي به. الفن أيضا يقوم على الأمانة والصدق في التعبير والأمانة في الأداء، فبالتالي يؤكد القيم لدى الإنسان، ويؤكد أيضا الإحساس بالجمال. ظل الأمر كذلك حتى دخل العرب مصر، وفي هذه وفترة العصر القبطي أنتجت مصر فنون عظيمة جدا. نعم، هو بالطبع بالتأكيد يعني كل هذه الفنون منذ عصر الفراعنة والعصر القبطي والعصر الإسلامي هي اللي نقلت لنا دلوقتي طبيعة الحياة في ذلك الوقت، كانت بتنقل لنا ملامح العصر وبتعكس المجتمع بكل مفرداته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية حتى يعني وعاداته وتقاليده. ولولا هذه الفنون ولولا ان هي وثقت ملامح هذه العصور ما كناش عرفنا أجدادنا كانوا عايشين إزاي وملامح العصر في الوقت ده كانت إزاي. لكن تحديدا الفن التشكيلي في الوقت المعاصر ومع اتساع مدارسه المختلفة، شايف إزاي أنه هو ابتدى أنه هو يعني يجذب شرائح من الناس؟ يعني هل ما زال قادر على أنه هو يوصل هذه الرسالة لكل فئات المجتمع؟ في الواقع أن الحقيقة الفن هو عنوان الحضارة وروحها، عنوان الحضارة وروحها.
إذن لابد الاهتمام بالفن. في عصرنا الحديث اختلفت الحياة. أيضا أحب أن أشير أن في الفنون الإسلامية قامت على الفنون التي كانت موجودة بمصر في العصر القبطي، ونجد في هذه الفنون الارتباط بين الفنان المسلم والفنان المسيحي في الأعمال. نجد الموضوعات الدينية فيها، الكتابات الإسلامية العربية، إذن يدل على تزاوج المجتمع وارتباطه من خلال الفن. أما كيف في عصرنا الحديث يصل الفن إلى الناس اللي اهتموا به، فأصبحت الوسائل كثيرة. هناك التصميمات التي ترتبط بالمنتجات، الفنون اليومية، إذا صيغت هذه الفنون بتصميمات ذات قيمة فنية فعلا وليست منقولة عن أعمال واردة إلينا أو تصميمات واردة إلينا وأقامها مصممين صادقين، ذلك ينقل الثقافة، الخزف، السينما، المسرح، جميع الفنون. طيب يا دكتور سيد، باعتبار ان هو تخصصك الابرز، يعني الميزه اللي بيتميز بيها النسيج او طباعه المنسوجات من الناحيه الفنيه ايه هي، وايه اللي بتخليها مختلفه عن باقي اشكال الفن؟ طبعا النسيج سلعه بيستخدمها الانسان، وهي تلازم الانسان في حياته، في الملابس، في الستر، في المفروشات، في كله. لابد ان يكون فيها لمسه جماليه من حيث اللون ومن حيث الشكل ايضا. فبما ان الانسان يعايش هذه المنسوجات، فلا بد ان هذه المنسوجات اذا كانت مصممه بذوق ذوق جيد تنقل اليه جانب من الثقافه. اذا كانت تتضمن اتقان ومهاره في الاخراج، فلا بد ان تغرس فيه اصول وضروره الاهتمام بالاتقان في عمله. اذا الفن يؤثر في الانسان ويحسن سلوك الانسان، اذا هو ضروري في المنتجات. الاساس اذا صمم الاساس بطابع زي ما شفنا في الاساس المصري بتاع توت عنخ امون، ازاي الاساس مصمم بشكل جميل كانه عمل صممه تمثال، ونجد في الغرب يستفيدون من الاساس ده في عمل النحت اليوم. المصممين يستفيدوا منه، لا ينقلوه ولكن يتعلموا منه ويبتكرون اشكال. لو احنا اهتمنا اهتمام حقيقي وجاد بهذه الفنون العمليه، لابد ان تصل الثقافه الى الناس. اما الفنون النسيج ليست مقصوره على الاستعمال اليومي، فهناك التي تزين القصور الإنسانية. طبعا مصر قامت بدور في العصر القبطي ده كبير وسابقة من عصر توت عنخ آمون في وضع الأصول هذا النسيج للعالم، يعني مصر سباقة في العالم. في أوروبا اهتموا به في القرن الـ16. بالنسبة عندنا هنا في مصر اهتم الدكتور ثروت عكاشة وأنشأ النسيجات المرسمة بحلوان، لكنها لم تؤدي الدور اللي واجب أن تؤديه لعدد من الأسباب. ضرورة أن يشرف عليها متخصصين متفهمين لهذا، لأصول هذا الفن وتصميماته. أيضا لابد من إعداد منفذين مدربين وإشراف فني كامل، لكنها تراجعت يعني أخرجت بعض الأعمال في البداية، لكن تراجعت فعلا حاليا. يعني صناعة المنسوجات في مصر يمكن في العصر الحالي بتقصد ان هي ملهاش المعجبين او المهتمين بيها بشكل كبير، ولا هل هي اسباب التراجع بسبب القائمين على رعايه هذا الفن؟ لا، في الواقع ان هو كان في اهتمام كبير جدا بفنون المنسوجات، وفي الخمسينيات والستينيات اهتمام جدا بالتصميم، لكن الظروف اللي مرت بها مصر في السنوات الاخيره دي لا شك انها تراجعت، التصميم تراجع. ليه بقى؟ في الدراسات في كليات الفنون أعداد من الطلبة كثرة من أعداد الطلاب. أولا تحولت المناهج إلى دراسات تكنولوجية، عدم الاهتمام بتحقيق الخبرة العملية. في السابق كان الاهتمام ده موجود، تحقيق الخبرة العملية والتصميم والفن، والفن أساسا خبرة، يعني ليس يعني فكر وخبرة. فأيضا من جانب آخر المشرفين على المصانع يستوردون بعض التصميمات من الخارج على منسوجات ويقلدوها، طبعا ده مش سليم. لكن إذا كان اهتمام بتصميمات محلية على مستوى عالي جدا، تستطيع أن تنافس المنسوجات المصرية إذا تحقق لها الجودة والسعر، أن تنافس عالميا. لكن تقليد معناها رجوع إلى الخلف وليس تقدم. فهناك عدد من الأسباب اللي تسعى الدولة اليوم لإصلاح هذه المشاكل. فمن ضمن الصناعات أو الفنون المرتبطة بالصناعة مهمة جدا كفنون، ولا بد ان يعد لها المتخصصين اعدادا كاملا من حيث الدراسه والتعلم.
في مدارس ايضا في مجال الفن النسيج بتعتمد على الفطره، ان هي تستخرج ما بداخل الانسان حتى لو ما كانش دارس هذا الفن. يعني عندنا مثلا في منطقه الحرانيه في مدرسه الفنان الكبير ويس عواصف، وقد ايه ان هو قدر يخلي الفلاحين البسطاء فنانين وليهم اعمال بتعرض في معارض دوليه كمان، يعني من خلال النسج بالصوف وان هم يخرجوا خيالهم من خلال البيئة المحيطة بهم في هذه اللوحات الفنية. الحقيقة رحت هناك وشفت الأجيال اللي يعني كانوا صغيرين ودلوقتي بقوا خلاص أجداد وبيعلموا اللي هم الأجيال الأصغر منهم. فهل بتعتقد حضرتك أن الفن موجود بداخل كل إنسان فعلا بالفطرة؟ الفن موجود، ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان مواهب، تتميز هذه المواهب في جانب من الجوانب. هناك من لديه مواهب كبيرة في مجال الفن والرؤية والإحساس بالجمال والانفعال، وهناك من يهتم بالعلم. إذا توجهنا الدارسين كل حسب المواهب الطبيعية التي أعطاه الله إياها نستطيع أن نحصل على أفراد ناجحين في أعمالهم. بالنسبة لمدرسة الحرانية فهذه عمل هام جدا وأخذ مكانة عالمية. هذه المدرسة لم تقم تلقائيا ولكن قامت بناء على دراسات قام بها فنان هو المرحوم الأستاذ حبيب جورجي، هو فنان وأستاذ كان بكلية المعلمين، فحاول أن يطبق بمنزله تجارب على النظريات في التربية وفن الطفل بمنزله ومن حسابه الخاص حتى وصل إلى نتائج عظيمة جدا. قام الفنان رمسيس ويس عواصف المهندس المعماري صديقه ونسيبه زوج بنته بتطبيق هذه النظريات، وأقام معرضا سنة 56 بيعت لوحة منه ب 200 جنيه اشتروا بها نصف فدان، وأقام هذه المدرسة تطبيقا لما وصل إليه الفنان حبيب جورجي. فطبق أعمال نالت إعجاب العالم بناء على فن الطفل الذي خطط له الراحل حبيب جورجي ووضع أصوله اللي يجب أن تراعى. رعاها رمسيس وحضر الأطفال في الفطرة في البيئة، والطفل بيبقى فنان عنده الشجاعة للتعبير في مراحل من العمر، وتعلمه النسيج. ظلت هذه المدرسة حتى اليوم تنتج تحت إشراف ابنته وحفيدتين، حفيدتين رمسيس ويس عواصف وابنته، وتوجه النساجين. طب بالتأكيد النساجين دول كبروا في السن فهم بيتدخلوا في أعمالهم ووجهوه، يعني استغلوا عندهم جانب المهارة، لكن طبعا كبر في السن افتقد جانب التعبير، لكن عنده بعض الأشكال المحفوظة وبعض الرؤية الجمالية وفهمه للنسيج، فهم بيوجهوه وينتجوا أعمال فنية لها مكان واحترام في العالم كله. يمكن أنا لما قابلت الفنان إكرام نصحي اللي هو زوج بنت الأستاذ رمسيس المهندس، المهندس إكرام، قال لي إن دلوقتي الحرانية ما بقتش زي زمان، يعني الأعمال اللي بيعملوها ما بقاش فيه الاهتمام الموجود من فترة مثلا قبل الثورة، في تراجع كمان علشان السياحة تراجعت شوية في مصر. هل بتعتقد ان الفن يمكن الاهتمام بيه بيتراجع لما بتضغى شوية على السطح ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؟ يعني هل الفن ليه جزء كده يعني محدود في المجتمع، ولا المفروض ان هو يكون موجود في كل الاوقات ومهما تعددت الظروف؟ مدرسة رمسيس ويس عواصف تنتج اعمال للعالم، نعم، والعالم يقبل عليه، ولكن هناك الكثيرين من حاولوا ان يقلدوا هذه المدرسة، يقلدوها وبالتالي يؤثروا على أعمالهم، لأن التقليد ليس مثل من يؤمن بفكرة ومقتنع بها ودرسها وفهمها. أنا عملت دراسة دكتوراه على هذه المدرسة ودرست كل تاريخها تماما 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 وخطواتها وتحليل أعمالهم تماما. ما تنتجه مدرسة الحرانية أعمال متميزة في الشكل والجمال، تجد إقبال في العالم كله، تجد إقبال، ومن قلدوها يقيمون معارض في الخارج ويبيعوها خلال ايام. نعم. لا انا سؤالي لحضرتك عن فترات ازدهار الفن او الاهتمام بالفن. أي. هل بتكون في الظروف اللي المفروض تكون فيها البلاد مستقره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ولا لو في اهتمامات اقتصاديه اكتر او مشاغل اكتر الناس بتفكر فيها فبيتراجع اهتمامهم بالفن بشكل عام؟ الاهتمام بالفن له في من خلال تاريخ الفن ينهض ويتقدم ويزدهر عندما تكون هناك حضارة
واهتمام بالعلوم والثقافة. فلما ننظر إلى عصر الإحياء وعصر إحياء الفنون في أوروبا في القرن السادس عشر، كانت المقاطعات في توسكانا وعاصمتها فلورنسا غنية جدا، وحكامها يهتموا بالفنون، يهتموا بالفنون، فزارت عقول، طبعا العقول دي ربنا وجدها سبحانه وتعالى، لكن الاهتمام بالفن والثقافة عموما والاقتصاد مهم جدا، لأن في الوقت ده كانت العائلة ميديشي فاملي بتنفق على الفنانين مايكلانجلو، ليوناردو دافنشي، الأدباء دانتي أليجيري، فظهر برونيليسكي في العمارة، ظهر عقول كبيرة جدا. في العصر الفاطمي لو أخذنا مقياس، في العصر الفاطمي ظهرت الفنون، فن الإسلامي في الخزف في النسيج مستوى عالي جدا. لو رجعنا أيضا إلى في الدولة المصرية القديمة عندما كانت مزدهرة في العصر الدولة الحديثة، وحتى في الدولة القديمة ازدهرت الفنون. لما حدث تراجعت الدولة، تراجعت الفنون. يعني إذا هو دايما مرتبط مستوى الفن بمستوى العام للدولة أو مدى اهتمام الدولة بالفن. حضرتك شايف إيه اللي بينقص الفن التشكيلي دلوقتي؟ إيه الجوانب المفروض الدولة تقدمها علشان تنهض بهذا الفن؟ بالتأكيد الفن هو عنوان الحضارة وروح الحضارة. يعني في الفن يعكس البلد ده ايه، الناس بتفكر ازاي، الناس حياتهم ايه، مستواهم ايه. فالنهوض بالفن التشكيلي حاليا اهتمام طبعا الاقتصاد وحياه الناس، وايضا الاهتمام بالجانب الثقافي، تاصيل القيم الجماليه في نفوس الناس من خلال المنتجات الجيده في الصنع، من خلال ايضا التعليم في المدارس. لابد العوده للاهتمام بالتعليم الطفل من المدرسه الابتدائيه ثم الاعداديه الثانويه، ثم بعد ذلك اهتمام بكليات الفنون في الجامعات، ايضا رعايه الفنانين المبدعين حتى ينتجوا فن يعبر. والفن ليس مقصورا على النسيج والخزف، لا، الفن مقصور على اعمال التصوير والجرافيك وكذا، دي جوانب كتير الحقيقة. طيب نتكلم عن آخر معرض حضرتك اللي كان في شهر إبريل الماضي في متحف الفن المصري الحديث في الأوبرا. أهم الأعمال اللي عرضت فيه بتوثق الحقيقة رحلتك الفنية، وأنا قريت عن المعرض أنه كمان حضرتك بتتميز بفن اسمه فن الباتيك. كلمنا عن الأعمال اللي حرصت أنها تبقى موجودة في هذا المعرض وفن الباتيك، ويمكن إحنا يعني هنشوف لقطات من هذا المعرض دلوقتي بتعرض مع الحوار. اتفضل حضرتك. في الواقع المعرض الاخير اللي انا عملته ده كانت الاعمال كلها مرتبطه بفن الجرافيك. فن الجرافيك ده فن تعبيري وفن يعتمد على الرسم والتصميم، يعني فن ما هوش فن بسيط، فن له عرقته واصلته، ويعنى بفنون الرسم والتصوير والتصميم. اذا كان الفنان متمكن تماما من فن الرسم ومن التصميم، ثم بعد ذلك التقنيات الفن بعد ذلك، يعني ليست هي الأساس، بحيث أنه يقدر يترجم أفكاره إلى هذه التقنيات، كيف يخرج الشكل بأصول هذا الفن. فأنا أقمت هذا المعرض وقدمت نماذج من أعمالي الأول في فن الرسم لأوضح للمهتمين أن هذا الفن يقوم على فن الرسم أساسا، بدون فن الرسم لا يقوم هناك فنون تشكيلية. هل تعنى كليات الفنون اليوم بالفن الرسم؟ هذا سؤال. نعم. الجانب الآخر، عرضت مجموعة من الأعمال في الفن الجرافيك بأساليب مختلفة وبفكر مختلف من مراحل مختلفة ترتبط بالتعبير عن وجدان الإنسان المصري. وأنا فرد من حضرتك كنت مهتم جدا بالتعبير عن الطبيعة المصرية بشكل خاص، يعني دايما الناس شايفة حضرتك فنك بيعكس الروح المصرية. بيعكس الروح المصرية من حيث التعبير والأداء. الفن ليس شكل فقط، يعني مثلا الفن الرفيع، يعني ما هو شكل وعلاقات ألوان، ده ما يبقاش فن كبير. نعم. ممكن يكون في المنسوجات فيه ألوان وشكل، لكن إذا كان فيها تعبير تبقى القيمة الرفيعة اللي يبغيها الإنسان المتحضر في أوروبا، إن النسيج أيضا يبقى فيه التعبير حتى اللي يستخدمه الناس. فأنا في هذا الفن بهتم بالتعبير. بالتعبير عن إيه؟ عن إحساسي أنا كإنسان، وأنا كإنسان مصري فأعبر عن نسيجي أنا الإنساني. نعم. لا أقلد أحد ولا أنقل عن القديم، لأن النقل عن القديم مش فن إطلاقا. ولا النقل عن الآخرين، في بعض بينقل عن الأوروبيين وبعض بينقل عن الفن المصري القديم، ده غلط، دي فنون تبقى فنون تقليدية
لكن الفن ينبع من الإنسان من خلال ثقافته وإحساسه بالحياة بمجتمعه ودراسته نعم. وأيضا دراسته لتاريخ بلده. طيب إحنا سؤالنا النهاردة في البرنامج كان عن الفن التشكيلي، وهو ما رأيك في دور الفن التشكيلي في توثيق التراث الثقافي والشعبي؟ والحقيقة جالنا تعليق من الأستاذ بدوي عبد الموجود بيقول فيه الفن هو مواهب وشخصيات عامة ومتوسطة، وأعتقد أن الفن جزء من الإعلام لحل بعض المشاكل وعرض الأخطاء بصورة صحيحة وتعليم الثقافة الدينية في توثيق التراث الثقافي والشعبي. بنشكرك الأستاذ بدوي على المشاركة، وبنشكر حضرتك جدا دكتور سيد على تشريفك لينا في هذا الصباح، ونتمنى المزيد من الارتقاء والتقدم للفن التشكيلي في مصر إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. أنا شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه معاكم في هذا الصباح، نروح لأهم وأبرز الأخبار مع زميل محمد عبد الله وموجز التاسع.